بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب السلطات الأردنية بالإفراج عن جعفر جاسم الطالب الذي تم اعتقاله في الأردن اعتقال تعسفي. عائلة هذا الشاب تطالب بالكشف عن مصيره. النظام البحريني قد عمم أسماء الكثير من البحرينيين خارج البحرين، والآن يريد أن ينتقم من هؤلاء الشباب. هذا الشاب الآن مصيره مجهول، ونطالب السلطات الأردنية بالكشف عن مصيره من أجل أن يتم مباشرة في متابعة وضع هذا الطالب، ونتمنى على جميع الحقوقيين العمل بكل ما يملكون من جهد من أجل إطلاق سراح هذا الشاب.